مساكم الله بالخير والنور والسرور مشاهدينا عبر قناتكم بينونة في برنامجكم من العالم إلى معرض أبوظبي للصيد والفروسية في موسم 2017. هذا المعرض المميز اللي يجمع ما بين التراث والثقافة والفنون وأيضا هواة الصقارة وكل ما يتعلق بالتراث الإماراتي. اليوم شركات مميزة تتواجد هنا في هذا المعرض، من خلال جولتنا إن شاء الله بتطلعون أكثر شو هو متواجد في هذا المعرض، وإحنا ندعوكم عبر قناتكم بينونة بالتواجد في هذا المعرض لاستمتاع بالأيام الأخيرة أو الساعات الأخيرة ضمن تجولنا هنا. يشارك مركز سلطان بن زايد وأيضا نادي تراث الإمارات في معرض أبوظبي للصيد والفروسية في موسم 2017، وعندهم أقسام مميزة جدا إن كانت للتراث البري أو التراث البحري، وأشياء تلفت الانتباه لكل الزوار. ومثل ما شفتوا من شوي توافد كبير من كل الجهات، مثلا كانت في التراث البحري تشوفون توافد جمهور من داخل الدولة أو خارج الدولة، وإن كان في قسم التراث أيضا يتوافدون من داخل الدولة وخارج الدولة. بتستمتعون إن شاء الله من خلال جولتنا على قناتكم بينونة. مشاركة النادي في معرض أبوظبي للصيد الفروسية تمثل مساهمة لإحياء التراث. اهتم النادي منذ تأسيسه بجمع كل ما يمت للتراث بصلة، يعني من تراث معنوي وتراث مادي وتراث ثقافي. يعني التركيز في عندنا في نادي تراث الإمارات هو إيصال رسالة الآباء إلى أو الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء. كل فروع النادي ساهمت، ممثلة في عدة أقسام، في موجودة في عدة أقسام في هذا المعرض، والمسؤولين قاموا بمجهود كبير وجبار لإخراج نشاط النادي بصورة جيدة تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم رئيس نادي تراث الإمارات واهتمامه بالتراث. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم من العالم إلى معرض أبوظبي للصيد والفروسية في موسم 2017، ووصلنا معاكم إلى الفقرة المميزة ومع الضيوف المميزين هنا في استديو قناتكم بينونة الشريك الإعلامي لهذا المعرض. بداية نرحب بضيفنا في الاستديو علي الشامسي، رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة بالإنابة في الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة. نقول مرحبا بك ومسهلا يا علي، ونورت الاستديو. مرحبا بكم ومشكورين على هالاستضافة، والله يملنا ونعطيكم معلومات كوافية. دائم يمل يا علي، ودائما صندوق الحبارة يمدنا بمعلومات مفيدة لنا ومفيدة للصقارة، مفيدة أيضا للزوار وكل من حضر هنا في معرض أبوظبي للصيد والفروسية. بداية علي، خبرنا عن مشاركة الصندوق الدولي للحبارة في هذا المعرض اللي يتعنوا له كل هواة الصيد والفروسية. صحيح، مثل ما قلت طال عمرك، معرض أبوظبي للصيد والفروسية وجهة للجماهير خلال فترة عرضه من شتى أنحاء العالم، مش بس مجرد من دول الخليج العربي. هي فرصة لالتقاء مختلف جماهير اللي تزورنا في الإمارات، هي فرصة أصلا بالمشاركة في هذا المعرض وإبراز الجهود اللي يقوم فيها الصندوق من كثر طائر الحبارة هذا، والهدف السامي اللي هو استدامة هذا الطائر في البرية. نعم، اليوم المعرض مثل ما قلت علي صار ملتقى لدول الخليج ودول العالم، وصارت نقطة يعني في رزمانة كل شخص أنه لازم يحضر في هذا المهرجان. علي، اليوم الحبارة ولله الحمد بفضل حكومتنا الرشيدة وتوجيهاتهم، اليوم طائر الحبارة في الدار عندنا هنا في الإمارات وفي الدول اللي تأسس فيها الصندوق.
بكثرة ولله الحمد. الحمد لله مثل ما ذكر طول عمرك، طول عمرك بأوامر الحكومة الرشيدة طال عمرك، والجهود اللي يقوم فيها الصندوق اللي هي كانت بدايات في السبعينات من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد الله يرحمه، حين أمر بدراسة هذا الطائر لاكتشافه وملاحظة أن الحبارة عددها في البرية مش العدد المعتاد عليه فيما سبق، فأمر آنذاك بدراسة طائر الحبارة وبإنشاء وحدة لإكثار هذا الطائر في حديقة الحيوان بالعين سنة 1977، ومن ثم وصلت النتيجة لإنتاج أول فرخ طائر حبارة في الحديقة نفسها سنة 1982، ومن بعد طال عمرك زادت الجهود وزادت الأعمال الميدانية، وتم إنشاء المركز الوطني لبحوث الطيور في سويحان سنة 1989، ومن بعده مثل ما تعلم تم بداية الإنتاج في هذا المركز، وكان أول إنتاج للحبارة في مركز الوطني لبحوث الطيور سنة 1995. طال عمرك بس حبيت أسلط الضوء على المراكز اللي تعمل تحت مظلة الصندوق الدولي على صندوق الدولي للحفاظ على الحبارة، هن أربع مراكز، مركزين متواجدات في إمارة أبوظبي، ومركز موجود في كازاخستان، ومركز آخر متواجد في المغرب. المركز اللي في المغرب يكاثر نوع اللي هو طائر الحبارة شمال أفريقي، والمراكز البقية الثلاثة تكاثر نوع طائر الحبارة الأسيوي. علي، اليوم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة عنده تعاونات كثيرة مع دوائر حكومية داخل الدولة وخارج الدولة، شو أهم هذه التعاونات؟ طول عمرك مثل ما تعرف طائر الحبارة موجود في البرية، ومعظم إطلاقاتنا تكون سنوية. إذا نتكلم نحن نطلق حبارة في الإمارات لابد من التعاون مع الدول المجاورة ودول الانتشار اللي تواجد فيها طائر الحبارة. الطبيعي للوصول الهدف واحد هو إطلاق الحبارة في هذه الدول واستدامة الطائر. جهود مستمرة مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية للمحافظة على هذا الطائر. هيئة البيئة هي المركز الوطني لبحوث الطيور اللي ذكرته، كان ينطوي تحت مظلة هيئة البيئة، ومن ثم تم الانفصال طال عمرك لكثرة المراكز اللي انشئت وتم انشائها خارج دولة الإمارات. نعم. لإدارتها من قبل صندوق الدولي لحفاظ الحبارة. نعم. علي، لو تخبرنا عن إنتاجكم العام وإنتاجكم السنة. طبعاً موسم الإنتاج عندنا بداية السنة لشهر 6 تقريباً. السنة ولله الحمد من خلال مراكزنا الأربع انتجنا أكثر عن 59,000 طائر حبارة ما شاء الله، وهذه الطيور طال عمرك معظمها راح يتم إطلاقها في دول الانتشار مثل ما ذكرت في البداية. وكل ما زاد عدد طائر الحبارة في إنتاجه بما يعني أن نحن نعيد تغذية ما تم نقصانه في البرية وأيضا على دول الانتشار طبعا. علي، شو أهم الأشياء اللي تقدمونها هنا في معرض أبوظبي للصيد والفروسية لهواة الصقارة، واللي يعني هل المقانيس من نصائح من توجيهات من توعية؟ شاركتنا في هذا المهرجان هي فرصة للالتقاء بالجمهور ومن ضمنهم الصقارين أصحاب الطيور. أول شيء جناحنا يحتوي على كثير من المعلومات ويتم عرضها بمختلف الطرق وعن طريق التكنولوجيا طبعا. عندنا قسم يعرض آخر الإنتاج والإطلاق اللي صار في سنة 2017، أيضا عندنا جزء نتحدث عن خط الزمن لهذا المشروع منذ بداياته من السبعينات لليوم وأهم السنوات اللي مر عليها. أيضا عندنا جزء أكثر إقبالا من الجمهور هو جزء العالم الافتراضي للحبارة، نعرض الجمهور معلومات عن الحبارة بطريقة مختلفة لعله وعسى تكون أنها أكثر ترسخ في أكثر، يكون الناس تكون أكثر عندهم متعة أنهم يستخدمون تكنولوجيا حديثة مع معلومات الحبارة. وما ننسى أهم قسم عندنا في الجناح هو قسم الأطفال، تعرف ترسخ فكرة الحبارة واسم الحبارة عند الطفل من البداية هو شيء مهم، ومن ثم تزيد معلومات تفاصيل صغيرة عن هذه الحبارة وتواجد ومناطق انتشارها وجهود دولة الإمارات للحفاظ على هذا الطائر. نعم، الله يعطيكم الصحة والعافية على الجهود اللي تبذلونها من خلال تواجدكم ومن خلال إكثار أيضا طائر الحبارة، والله يطول عمار الشيوخ اللي كل شيء في الدولة وهو الحفاظ على البيئة، وإن كان في أشياء تراثية
داعمين بكل ما يتطلبه. على عمرهم طويل ان شاء الله ويدومون. اللهم امين. كل الشكر لك علي الشامسي رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامه في الصندوق الدولي للحفاظ على الحضاره. مشاهدينا الكرام، نحن متواصلين معاكم في برنامجكم من العالم الى معرض ابو ظبي للصيد والفروسيه. ابقوا معنا ان شاء الله وبتستمتعوا. مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء تعتبر من أهم المدارس التي تتواجد هنا في معرض أبوظبي للصيد والفروسية في موسمها 2017. طبعاً ترسخ عادات والتقاليد في الصقارة وفراسة الصحراء، وهي المدرسة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. إن شاء الله أنكم بتشوفون من خلال هذا التقرير شو اللي يقدمونه وشو اللي عارضينه أيضاً في معرض أبو ظبي للصيد والفروسية. مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ابتدينا الموسم اللي فات شهر 12. الحمد لله كان نسبة التسجيل الطلبة عندنا تقريبا أكثر من 170 طالب، تعلموا برامج تعليمية، برامج أكاديمية وتدريبية خارجية، تسجيل داخل مبنى المدرسة، وعندنا في الستاند الكونتر اللي موجود في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية فاتحين المجال، ونرحب اللي حاب يتعلم رياضة الصيد بالصخور فراسة الصحراء. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا وبرنامجنا من العالم إلى معرض أبو ظبي للصيد والفروسية في موسم 2017. طبعاً بينونة تنقل لكم كل الأحداث وهي الشريك الإعلامي لهذا المعرض. موعدنا معكم غداً إن شاء الله في حلقة مميزة وتغطية مميزة لهذا المعرض المميز. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.